السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. هذا الفيديو الإخوان غنعطيكم بعض المستجدات المتعلقة بالملف ديال القاضي نيدور الصفيح، وفي نفس الوقت غادي نعطيكم الأشغال في مدينة تمارة فين وصلت، لأن النقطة اللي غنمروا فيها هي نقطة كتعلق بالقاضي نيدور الصفيح وأفراد جيش الوداية والأشغال ديال شارع محمد الخامس. كما كيعرف الجميع احنا الان كنتواجدوا امام الجماعه ديال تمارة اللي جات كتواجد في هذه البنايات هنايا على اليسار، واللي في القريب العاجل غادي يمشيو للبنايه الجديده ان شاء الله واللي غيكون فيها تغييرات جديده. اليوم كنبغيو ناكدوا على ان عمليه الهدم فيما يتعلق بالملف ديال القاضي نيدور الصفيح فالعمليه متواصله، وبعض النقاط الناس راه كينتظروا يعني حلول باش حتى هما يبداو في الاجراءات ديالهم، يبداو في الامورات ديالهم ان شاء الله. فكما كتشوفوا الاخوان الاشغال وصلات هنا حدا النادي، كما كتوضح الصوره، وغادي نحاولوا نطلعوا معكم ان شاء الله هنا ونقربوكم من كل كبيره وصغيره. كنشوفوا عمليه الحفر مشات هنا على السور ديال المدرسه، يعني ربما غنشوفوا عمليه الهدم ديال السور لان الطريق غادي تعوج هنا في واحد اللحظه. يعني كنتمنوا من الله يعني الامور تقاد وتمشي على اكمل وجه ان شاء الله. فبالنسبه لعمليه الهدم هنايا كتشوفوا تغييرات كبيره الاخوان. عمليه الحفر اللي كنشوفوا الاخوان هنا، لا قدر الله السور غادي يهبط. صافي بداو في عمليه الحفر ديال الترياف ديال السور ديال المدرسه، هذا هو اللي كاين. السور ديال المدرسه جا فيه البلان، ولكن الامور غادي تصلح ان شاء الله. اللي كنبغي ناكد عليه هنا زيارات خاصة لمجموعة من الأسر اللي كيشوفوا الأمور كيفاش ولات، كيفاش كانت، كيفاش صبحات. فاليوم كنهضروا على شارع محمد الخامس، كنهضروا على النقطة ديال جامايكا، تغييرات كبيرة، تغييرات مهمة هنا بشارع محمد الخامس بمدينة تمارة. كما كتشوفوا دائما الأشغال في اليمين وفي اليسار، تغييرات مهمة، عملية الحفر متواصلة. فنتمنى من الله الخير والتيسير للجميع، هذا هو اللي كاين. كما كتشوفوا معنا فكنشوفوا الشركة ديال الجتير واقفة على الأمور ديالها، الأمور غادية تبارك الله، الخدمة في كل بلاصة، يعني على طول الطريق الإخوان كنشوفوا الأشغال، ما كاينش الوقوف أو التوقف هنا. الخدمة اللهم بارك كما كتشوفوا معنا، وهنا الطريق راه غتمشي دوب الفوار مخدامين. الخدمه اللي كاينه في دوار بالناصر الشمالي ودوار اهل الحارت هي نفسها اللي كاينه في دوار بالناصر الجنوبي ودوار بن المكي. وتبارك الله شغنقول لكم الاخوان، اعطاهم الله الصحه. هادشي اللي غنقول، واحد الخدمه كبيره كدار دابا في النقطه ديال جامايكا. هنا التيوات ديال الماء الحلوق، التيوات كذلك القواتس ديال الماء ديال الشتاء، امور مهمه كنشوفوها هنايا. انا غنهبطوا معكم نشنو هاد الطريق هادي، بسم الله. كما كتشوفوا معنا هنا فين كانوا البرارك، طريق الدارت الاخوان، طريق الدارت هنايا، والامور قطعت اشواط متقدمه، في اشغال شارع محمد الخامس هنا بمدينه تمارة. كون داروا شي نفق هنا غيديروها واعره، ونداروا شي نفق هنا غيديروها واعره. هذا هو اللي كاين هنا، مجموعه من البنايات اللي كانت في الجنبات ديال جامايكا، والاشغال على قدم وساق في نقط متفرقه هنا. فغادي نحاولوا نقربوكم ان شاء الله من الاجواء. تبارك الله شحال ديال الاليات الاخوان تزادوا، تبارك الله شحال ديال الاليات تزادوا هنايا في اليسار ديالي. غادي نحاول نقربكم، بسم الله، غادي نحاول نقربكم من الامور كيفاش دايره. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. كنهضروا على واحد 15 بعد دوزناه في الفيديو، واحد 15 واقفه في الاتجاه الاخر جهه المحطه ديال الطوبيس. يعني كما كتشوفوا معنا الاشغال هنايا تبارك الله مستمره. التراساج الاخوان عاود من جديد هنايا، التراساج هذا اللي دار ربما هو اللي غيكون عليه الرصيف، نعم غيكون تروطوار على هذاك الخط الاخوان، غيكون تروطوار على هذاك الخط
والقواتس غيكون فوقهم الراسيف. ها انتم شوف هذه البلاصه اللي كتحفر هنا، هذه اللي غادي يجي معها التروطوار، هذه غادي يجي معها التروطوار، غيدار الراسيف على بحال الشكل اللي كنا شفنا في الفيديو ديال الصباح، غيكون على الشكل ديال الفيديو اللي شفنا في الصباح. والطريق هذه غتحل، الطريق غادي تحل والناس غادي يبداو يبنيو ان شاء الله، وتحلوا مجموعه من المشاكل والامور غادي تكون مزيانه. هذا هو اللي كاين، كنتمنىهم الله كذلك نشوفوا السوق النموذجي اللي غادي يحل مجموعه من الاشكالات المتعلقه بالناس ديال الجوطيه ديال اهل الحارث. بارك الله، كتشوفوا معنا دائما متتبعينا الكرام، كنحاولوا نقربوكم من مجموعه من التغييرات هنا بمدينه تمارا شارع محمد الخامس. صور صور حصريه، صور حصريه هنا من دوار بن ناصر الشمالي، دوار اهل الحارث كما كتشوفوا معنا. فكما كتشوفوا معنا هنايا، هنا التروطوار ديال الشركه ديال الديكا، كنشوفوا كذلك القواتس ديال الماء الحلو مستمرين على طول الشارع في الجنبات هنا، الرصيف الدار الخاص بالراجلين. فكذلك كنبغي ناكد عليه الشجر اللي كان هنا وسط الدوار كله تحيد، تغييرات كبيره الاخوان غادي تطرى على مدينه تمارا، الشجر كله اللي كان هنا الوسط غيتحيد، ربما غنشوفوا اشغال اخرى هنا في دوار اهل الحارث ودوار بن ناصر الشمالي. كما كتشوفوا معنا ولات عندنا طريق الاخوان هنايا وسط الدوار وسط الجوطيه، هنا كانت الخضره كتباع، وهنا كان واحد الرواج، وكانت مجموعه من الامور اللي صراحه ايجابيه وكذا اللي كانت نقاط سلبيه في نفس الوقت. فالله يبدل بما احسن والله ييسر الامور للجميع، هادشي اللي كنتمناو. كما كتشوفوا معنا الاخوان تبارك الله شحال ديال الاليات خدامين اليوم، والله العظيم الى واحد العدد هائل، نقدر نقول لكم فوق واحد 30 اله، واحد 30 ولا 40 بين التراكسات، بين اللي كيحفروا، بين اللي بفوكلان البوماك هنايا، داك اللي كتجمع حتى هي هربات لي السمية ديالها جي سي بي، يعني مجموعة ديال الآليات اللي حاضرين. وتبارك الله الإخوان اللي خدامين، تبارك الله تبارك الله خدمة، ما تبقاش شي واحد جالس ولا هذا، الإخوان الخدمة المعقول هذا هو اللي كاين، شركة تبارك الله كاينة، هذا هو اللي كاين. نتمنوا الله الخير والتيسير، نخرج معكم في هذه النقطه بالذات، نخرج في هذه النقطه وغادي ندوزوا من الجنبات ديال المركز الحالي بسابقا جنبات الحي الصناعي. الرصيف اللي كنت جايبو الاخوان معايا من جهه جامايكا هو هذا، هو هذا نفسه اللي جاي من جهه الحي الصناعي. تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد دائما مع الجديد ديال مدينه تمارا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.